في حلقة المكونات الخاصة لهذا الأسبوع رح نتعلم سوا على أطيب أطباق الدجاج ونتعرف على فوائده اللي ما بتنتهي. شاف البيضة قبل ولا الدجاجي؟ أنا بقول البيضة بس ما حدا بيعرف. أنا بقول الدجاجي. في شي غلط بالموضوع. بيضة ولا دجاجي؟ ما حدا بيعرف. لهلا كلهم بيتجادلوا عليها. لكن اليوم عنا حلقة عن دجاج. دجاج. فاليوم حنعمل وصفات عن دجاج. بتعرفي نحن بنعرف أكثر شي دجاج وتوم، دجاج بالفرن، دجاج مشوي. خلص أنا بالنسبة عندي بتنتهي هون. إيه فهلا اليوم حعلمك كم شغلة زيادة بصير عندك هيك حشرية أكثر بال على على الأكل. الدجاج على الطبخ بالدجاج. اوكي فمثل ما بنعرف الدجاج هو مصدر بروتين عالي لذلك بس كمان ما فيه كثير فات اصلا صدر الدجاج لذلك شو بنحط معه لازم يكون بقلبه شوي دهون مشان يعطيه طعمه اكثر شوي ننتبه انه ما ينشف معنا الى اخره. اوكي حنعمل اول صحن حيكون هو عباره عن رولات دجاج حنلفه يعني اكيد صدر الدجاج حندقه ليوسع بدنا نلفه مزبوط. اوكي حنحط فيه سالري مشرومز بندورة بصل أكيد بيضة والكعك المطحون وجبنة الفتة. حنبلش فيها هلا حناخد بصلة طيبة لحظتنا هلا مندوقها بعدين هلا بصلة ناعمة بسمع إنه في الدجاج السوداء إيه لحمة لون. أسود إيه في شوي ما كتير قليلة بعتقد لشي بلاد بأفريقيا هيدا موجودة ولا بالصين ما بعرف وين بتحدي أنا مش شايفها إيه بس في كذا أكيد كتير أنواع دجاج بالحجم بالكبر بطريقة التربية تبعها باللون بس هي أول دجاجة أصلاً بعتقد من الهند يعني انتقلت بالعالم بعدين. أوكي. بس كل وحدة كل دجاجة لها طعم معينة بتختلف حسب المقعة تبعها حسب طريقة التربية تبعها. أكيد ما ننسى إنه الدجاج بتستفيد منه من شغلتين البيض والأكل. أوكي. فمشان هيك بتلاقي العالم زي ما كانوا يربوا دجاج ببيوتهم. بياخذوا منهم البيض الصبح للترويق للفطور والغداء بعدين بس يطلع يخلفوا صيصان بكبرون ليستهلكون كوجبه حلوين الصيصان يا شيخ حلوين انه صغار استمك ضابوا سواطير